يعني حقيقة زيارتنا هذا اليوم إلى موقع السدة الهندية تعتبر المفصل المهم على عمود نهر الفرات والتوزيعات الأساسية التي تنقسم منها إلى جنوب العراق وإلى محافظات الديوانية والسماوة على شط الحلة. اطلعنا على واقع حال التصاريف، كوادر الوزارة تقوم برصد حالات التجاوز، هناك رصد مستمر لتحقيق التصاريف المطلوبة في ظل ظروف الشحة. هذه الشحة حقيقة يجب على الجميع أن يتم التعاون معها لأنها شحة استمرت لثلاث مواسم، ونحن حقيقة نعمل بكل حرص على تأمين الحصص المائية لكل المحافظات بعدالة. لذلك أنا أحيي كل كوادر الوزارة اللي بذلون جهد كبير واستثنائي في سبيل تأمين الحصص المائية لمحافظات بابل، كربلان، نجف، الديوانية، السماوة، الناصرية، ورح نستمر نتابع هذا الموضوع. كوادرنا حقيقة مستنفرة على مدار الساعة لغرض رصد التجاوزات، رصد حالات الإخفاق أي مكان يحصل، وهناك تنسيق ما بيننا وما بين القوات الأمنية بهذا الخصوص. نعتقد أنه يجب على الجميع، هي الموضوع ليس اختياري، يجب على الجميع التعاون، سواء حكومات محلية، قوات أمنية. الحالة الشحة، الأزمة المياه، هي لا تخص فقط وزارة الموارد المائية وإنما هي أزمة بلد، على الجميع التعاون في هذا الموضوع. من غير المنصف أنه تتحمل وزارة الموارد المائية المسؤولية واحد، رغم أن الوزارة متحملة هذه المسؤولية وهذا دورها وهذا واجبها، ولكن يتطلب تعاون الجميع لأن استخدامات المياه تخص كل المجتمع العراقي وكل مؤسسات الدولة. لذلك نهيب بالجميع عدم رمي الملوثات حتى نحافظ على نوعية المياه، لكن للأسف ما زلنا نرى مؤسسات حكومية ومؤسسات خاصة ترمي مياه الملوثات ومياه المجاري بدون أي معالجة، وهذه تؤثر بشكل كبير على صحة الناس. لذلك نطلب من الجميع أن يتحلوا المسؤولية لغرض معالجة هذه المياه قبل رميها لأنها تؤثر على صحة الإنسان. كذلك موضوع المحطات الإسالة وتطويل الممصات، هناك قرار اتخذ في مجلس الوزراء لدعم المحافظات، دعم الدوائر البلدية، لكن لحد الآن للأسف لم نرى هذا النشاط الملموس. هناك بعض النشاط ولكن ليس في كل المحافظات. لذلك نهيب بالجميع أن يتعاونوا مع وزارة الموارد المائية لغرض تجاوز هذه الأزمة.